حكم مجلس الإمارات للشركات الدفاعية اليوم جناح دولة الإمارات العربية المتحدة في معرض يوروساتري 2024، وهذا المعرض يعد من أكبر المعارض العالمية في مجال التصنيع والدفاع. يضم هذا الجناح 15 شركة إماراتية رائدة في التصنيع الدفاعي، وتعرض هذه الشركات أحدث منتجاتها وتقنياتها في مجالات مختلفة مثل أنظمة الأسلحة الإلكترونية والمركبات المدرعة والطائرات بدون طيار وأنظمة الدفاع الجوي. وتسعى هذه الشركات من خلال مشاركتها إلى تعزيز شراكاتها مع شركات المؤسسات الدفاعية الفرنسية والعالمية من خلال تبادل الخبرات وفرص إيجاد فرص للتعاون والشراكة. طبعاً المنتجات الإماراتية وصلت لمرحلة من التنافسية التي تقدر تنافس فيها في الأسواق العالمية والأوروبية خاصة. ولا ننسى أن نشكر يعني وزارة الدفاع لدولة الإمارات العربية المتحدة ومجلس التوازن على دعمهم لهذا الجناح، والذي من خلاله نعرض فيه هذه المنتجات ونجد فرص للشراكات مع الشركات.